قال الناس إن لعبة الأفعوانية رائعة، لن يحدث شيء فظيع، سيكون الأمر ممتعا. نعم، حتى تتحول كل الفرحة إلى كابوس. لذلك اذهب إلى متنزه ترفيهي بمعدة فارغة وادخل في لعبة الأفعوانية وأغلق نظام الحجب وانتظر. تبدأ اللعبة في التحرك وترتفع ببطء، و أنت تنزل بسرعة كبيرة، وفي هذه اللحظة يصطدم بك طائر. إنه يغطي وجهك ويصرخ أيضا من الخوف. تبعده وتبصق الريش. هل تعتقد أن هذا مستحيل؟ في الواقع الأفعوانيات ليست محمية من مثل هذه الحالات. فيما يلي حالة اصطدام طائر صغير بكتف شخص. من الواضح أنه لم يكن يتوقع ذلك وخلعه بهدوء، واصطدم واحد أكبر بهذه الفتاة. ألم تكن حمامة؟ أخاف الطائر الفتاة، لكن لحسن الحظ انتهى كل شيء على ما يرام. لكن الحالة الأخطر حدثت مع الممثل الإيطالي الأمريكي فابيو لانزوني. أثناء ركوب الأفعوانية في فيرجينيا طارت إوزة كبيرة في اتجاهه. تعرض الممثل لإصابات طفيفة وربما لم يركب الأفعوانية مرة أخرى. يخشى بعض الناس أن تخرج الأفعوانية عن القضبان أثناء الركوب أو أن تنكسر مكابحها. ولكن في الواقع ليس لديك ما يدعو للقلق. وفقا للإحصاءات تعتبر الأفعوانيات رحلة آمنة. سيكون لديك المزيد من الفرص للتأدي في سريرك. إنه واحد من 423,000، في حين أن احتمالات الإصابة أثناء ركوب الأفعوانية هي 1/24 مليون. لذا استرخي لنواصل رحلتنا. هل توافق على ركوب أقدم أفعوانية في العالم؟ على مسافة غير بعيدة من مدينة ألتونا في ولاية بنسلفانيا، لا تزال أفعوانية قديمة تعمل. يطلق عليها اسم ليب ذا ديبس، وقد تم بناؤها في عام 1901. إن الأفعوانية آمنة تماماً وقد نجت من العديد من الإصلاحات. تم تدميرها في عام 1985، ولكن بعد 11 عاماً قامت إدارة المدينة بتسمية الأفعوانية كنصب تذكاري تاريخي وطني. ثم بعد 3 سنوات تم تجديدها بالكامل وفتحها للزوار. مرحباً بكم في أعلى أفعوانية في العالم. يبلغ ارتفاعه 485 قدماً، أي حوالي 45 طابقاً. وبعد أن تصل الأفعوانية إلى الأعلى تتجه نحو الأسفل بزاوية 90 درجة، مما يسبب الرعب والمتعة في نفس الوقت. وفي 3.5 ثانية تتسارع الأفعوانية إلى 128 ميلاً في الساعة. بعد ذلك تركب في دوامة لمدة دقيقة تقريباً وتنتهي المتعة. بالتأكيد سوف تتذكر هذه التجربة إذا قمت بزيارة كينغ داكا في سيكس فلاجز جريت أدفنتشر في جاكسون نيو جيرسي. أعلى قمة لا تعني أسرع أفعوانية. إذا كنت تريد أن تشعر بالسرعة قم بزيارة حديقة فورمولا روسا في أبوظبي. السيارات الحمراء هنا مصنوعة من طراز علامة تجارية معروفة للسيارات لتجعلك تشعر وكأنك متسابق حقيقي. أثناء الركوب تصل إلى ارتفاع 170 قدماً، ثم تتسارع إلى ما يقرب من 150 ميلاً في الساعة خلال 5 ثوان فقط، وهي سرعة تقارب سرعة السيارة الرياضية. وإليك تحذيراً صغيراً، لا تأكل كثيراً قبل أن تصل إلى هناك. إذا كنت من محبي ركوب الأفعوانية لفترة طويلة، فسوف تستمتع بستيل دراجون 2000 في ناغاشيما سبا لاند باليابان. لقد كانت في السابق أطول وأسرع وأطول أفعوانية، لكن الآن الرقم القياسي للارتفاع ينتمي إلى المنتزه الموجود في نيوجيرسي، والرقم القياسي للسرعة موجود في أبوظبي، لكن لم يتمكن أحد من التغلب على طول الأفعوانية اليابانية حتى الآن. اقفز إلى الداخل واستمتع برحلة مذهلة بطول 1.5 ميل. سوف تستمر المتعة 4 دقائق. بالمناسبة، هل تسألت يوماً عن سبب قيام مبتكري الأفعوانيات بتعيين حدود الارتفاع؟ المقاعد داخل العربات مصممة لأبعاد محددة لجسم الإنسان. تم تصميم نظام الكتل الذي يحميك من السقوط وفقاً لمعايير النمو الصارمة. سوف تمنعك الحماية من السقوط إذا توقفت الأفعوانية في مكان ما رأساً على عقب. ولكن إذا كان طولك صغيراً جداً، فإنهم يفعلون الشيء الصحيح عندما لا يسمحون لك بالركوب. لا تقلق، فمن غير المرجح أن تتوقف الأفعوانية رأساً على عقب أو تنكسر من الأعلى. يقوم موظفو المتنزه بالتحقق بانتظام سلامة الأفعوانيات. في ذروة الموسم يختبرها المهندسون بركوبها بأنفسهم عدة مرات في اليوم. يضعون أكياس الرمل على المقاعد لمحاكاة الركاب، وبعد ذلك يركبون بأقصى سرعة. في مكان ما قد يكون هناك برغي مفكك وسيحتاجون إلى إصلاحه.
أو على سبيل المثال قد يحتاجون إلى تشحيم الأجزاء بالزيت في مكان ما لا تعمل أداة توصيل العجلة بشكل جيد. لذلك يلاحظ العمال أي مشكلة محتملة ولا يتركونها أبداً دون إصلاحات. والآن دعونا نتعرف على مكان أول أفعوانية. هل تعرف هذه العربات الموجودة في المناجم تحت الأرض والتي يركبها عمال المناجم؟ إذن تلك هي سلف الأفعوانية. في ولاية بنسلفانيا تم بناء خط سكة حديد يسمى ماوخ تشانك في عام 1827. استخدمه البناة لنقل الفحم لمسافة حوالي 9 أميال بين المناجم. قام العمال بتحميل العربات بواحد ونصف طن من الفحم على قمة التل ثم قاموا بدفعها. سلم القصور الذاتي والجاذبية البضائع للبناة بسرعات تصل إلى 50 ميلا في الساعة، وبعد ذلك عادت العربات الفارغة. في ذلك الوقت لم يكن لديهم محركات أو كهرباء على القضبان، لذلك استخدم الناس البغال لرفع البضائع إلى الأعلى. عندما رأى الناس العربة المتدحرجة لأول مرة أرادوا ركوبها، وهكذا أصبح موقع البناء النموذج الأولي للأفعوانية الأولى. خدمت السكك الحديدية الناس للعمل وللمتعة حتى الثلاثينيات. حددت الشركة المالكة للعربات رسما قدره 50 سنتا لكل تذكرة. في ذروة شعبيتها في عام 1873 كان ماوخ تشانك يستقبل أكثر من 30,000 مسافر سنويا. ظهرت أول أفعوانية تم إنشاؤها للترفيه في نهاية القرن 19. لقد كان خط سكة حديد متعرج الجاذبية. استقل الركاب عربة على أحد الأرصفة، وبعد الدفع يعبرون إلى الجانب الآخر. بعد ذلك يتم تبديل العربة مرة أخرى لإعادة الأشخاص إلى الرصيف الأول. استخدمت هذه الأفعوانية قوة الجاذبية فقط، ولم يكن ركوبها ممتعا مثل ماوخ تشانك. سكة حديد الجاذبية المتعرجة في جزيرة كوني تصل إلى ارتفاع 50 قدما وتتسارع إلى 6 أميال في الساعة فقط. كانت الميزة الغريبة هي أن جميع الركاب كانوا يجلسون بشكل جانبي. للركوب في هذه العربات كان على الناس أن يدفعوا 5 سنتات فقط. أول شخص حصل على براءة اختراع لأفعوانية ذات دائرة مستمرة كان فيليب هينيكل في عام 1884، كما أنشأ أول خط سكة حديد بدائرة كاملة مع تلة صغيرة. ومنذ تلك اللحظة بدأت شعبية هذه الألعاب في النمو. منذ ذلك الحين تم تحديث تقنية الأفعوانية، وظهرت أنظمة فرامل جديدة وأنظمة أمان معززة وتصميمات جديدة للعربات وزيادة في السرعة. لكن الهدف من الأفعوانية لا يزال هو نفسه. إذن ما نوع المتعة التي سنحصل عليها في المستقبل؟ حصلت الشركات التي لديها منتزهات ترفيهية على براءة اختراع للعديد من التقنيات لجعل الأفعوانيات أكثر وحشية. ما رأيك في المزج بين المتنزه المائي والأفعوانية؟ عرض مصنع ألماني محاكاة حاسوبية لأول أفعوانية هجينة مع حديقة مائية في العالم. تدخل العربة وتقوم آلية خاصة بدفعها من الخلف. إنها تسرعك بسرعة مذهلة على طول طريق مائي سلس. عندما تكتسب سرعة كافية تحررك الآلية وتعود إلى وضع البداية لدفع العربات الأخرى. يوجد شيء مماثل في العديد من المتنزهات المائية عندما تركب قاربا صغيرا وتنزلق إلى النفق. سجلت شركة ديزني براءة اختراع لتقنية تسمح لمقعد العربة بالتحرك داخل الأفعوانية أثناء الركوب، وهذا يضيف المزيد من الأحاسيس والأدرينالين. هناك أيضا براءة اختراع حيث يخطط المبدعون لتغيير اتجاه العربة أثناء الركوب. بالمناسبة، لماذا يحب الناس هذه الألعاب؟ تشكل الأفعوانية خطرا حقيقيا على غرائز الحفاظ على الذات لدينا، لكننا ما زلنا نركب لعبة. أحد الأسباب الرئيسية هو البحث عن الإثارة. يحب العديد من الأشخاص اندفاع الأدرينالين، ويحبون أيضا الشعور بالخطر الخاضع للسيطرة. علاوة على ذلك، يمكن أن توفر لك الأفعوانيات نوعا آخر من التجارب الممتعة. هل لاحظت هذا الشعور الجميل عندما تغادر السيارة بعد رحلة؟ في هذه اللحظة يفرز جسمك هرمون يسمى النوردارينالين، مما يساعد جسمك على العودة إلى طبيعته، ولهذا السبب تشعر بإحساس لطيف بالسلام.